الرحمن الرحيم. مشاهدينا متابعينا الكرام، انطلاقاتنا تستمر والتحديات هنا على أرضية ميدان المرموم تحفة ميادين السباقات. ثاني أشواطنا للإنتاج، وشوطنا الرابع عشر أعلنت انطلاقته في هذه اللحظات للمهجنات الأصايل في أشواط الإنتاج والمنتجين. نتقدم مباشرة مع هذه الأسماء والشعارات، نتقدم مع المراكز الأولى ونتابع مركزنا الأول في هذه اللحظات، لحظات ما بعد انطلاقة كل الشعارات والأسماء. حبوبة على المركز الأول، شليويح بن حمد بن شليويح العامري من يتقدم على المركز الأول، الشعار الأولمبي على الصدارة والمقدمة، ويقدم حبوبة على المركز الأول. المركز الثاني أرياب القادمة على المركز الثاني، محمد بن سعيد بن حلوة الكتبي يتقدم ويقدم أرياب على المركز الثاني. المركز الثالث زعفران لمحمد بن عتيد بن زيتون المهيري القادم على المركز الثاني، ولكن وشو أتابع غير خالد بن سعيد بن عبد الله بن بروك يتقدم مع غير على المركز الثالث. المركز الرابع شعار المجازف، المركز الخامس شعار بن رشيد القادم مع بلبلة خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي، شعار جميرة وشعار عاشق السلالة الشاهينية يتقدم على المركز الخامس. ناخذ المركز السادس ونتابع البادرة القادمة لمحمد بن حزمي بن قناص العامري القادم على المركز السادس. المركز السابع نتابع مبشرة لمطر بن محمد بن سعيد بن مرخان الكتبي القادم في هذه اللحظات على المركز السابع. ثامن المراكز وصلت مطفية لسالم بن محمد بن سالم بالعكاري العامري القادم مع مطفية على المركز الثامن. والمركز التاسع هذه ذخيرة، ومحمد بن أحمد بن سعيد بن حلوة الكتبي يقدم ذخيرة على المركز التاسع. المركز العاشر القادم الكايدة لسعيد بن راشد بن دغيش بن سالم. هكذا هي النتيجة لهذه الأسماء، لهذه الشعارات المنطلقة في هذه اللحظات، لحظات ما بعد انطلاقة كل الشعارات والأسماء على أرضية ميدان الجود، على أرضية ميدان المرموم، ميداننا الذكي الذي يحتضن انطلاقات هجن أبناء القبائل في يوم الإذاعة، في يوم الإبداع والاستمتاع، لكن هنا بطريقة الإنتاج والمنتجين. وحبوبة على المركز الأول، حبوبة هذه النوعيات الفريدة ما تتواجد إلا في الميدان الذكي. شليويح بن حمد بن شليويح العامري يتقدم ويقدم حبوبة على المركز الأول، شعار أولمبي ينطلق على المركز الأول. بن حلوة قادم يقدم أريام، محمد بن سعيد بن حلوة الكتبي قادمين، أهالي الخوانيج يقدمون شيء من الأريام على المركز الثاني. بن بروك يقدم غير خالد بن سعيد بن بروك الحميري يقدم انتاجه الفاخر على أرضية ميدان المرموم. المركز الرابع المجازف قادم مع زعفران محمد بن عتيج بن زيتون المهيري القادم على المركز الرابع. المركز الخامس القادم مبشرة على المركز الخامس.
مطر بن مبارك بن سعيد بن مرخان آل التبي قادم بن مرخان يقدم مبشرة ينطلق مع مبشرة على المركز الخامس بدأت تتسلل في هذه اللحظات وتنتقل من المركز الخامس إلى المركز الرابع. نتابع المركز السادس المجموعة الثانية والقادمة على المركز السادس هذه بلبلة بلبلة قادمة خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي قادم مع بلبلة على المركز السادس وبالحجمي قادم مع البادرة البادرة قادمة محمد بالحجمي بن قناص العامري يقدم انتاجه ينطلق في هذه اللحظات على المركز السابع. ثامن المراكز القادمة والمنطلقة ذخيرة كذلك قادمة من الخوانيج ومحمد بن أحمد بن سعيد بن حلوة آل التبي من يقدمها ولكن الكايدة الكايدة بن دغيش سعيد بن راشد بن دغيش بن دغيش القادمة لكتبي في هذه اللحظات يقدم الكايدة وانسجام حمد بن محمد بن حمد بن مصلحة الاحبابي يقدم انسجام اول ندى الانسجام القادمة في هذه اللحظات على المركز التاسع والمركز العاشر سمحة اول ندى لسمحة سعيد بن غدير بن حمد العويسي من يقدم سمحة القادمة على المركز العاشر. هكذا هي النتيجة. ندان الثاني يا أهل الانتاج أولها للمهجنات الأصايل من المرموم إلى بن بروك إلى بن بروك اللي غير بن بروك يتقدم على المركز الأول ينطلق مع غير 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 على المركز الأول خالد بن سعيد بن بروك الحميري يتقدم على الصدارة ينطلق على المركز الأول. بنقول خلاص اقتربنا يا بن بروك يا بن مرخان الكين الاخير هذه اللي سجلت في اول الكشف هذه اللي تقدمت بالرقم واحد مبشرة مبشرة على المركز الاول يا بن مرخان يا بن مرخان مطر بن مبارك بن سعيد بن مرخان يتقدم على المركز الاول غير القادمة بن بروك يقدم غير بن زيتون بوسعيد القادم مع زعفرانة محمد بن عتيج بن زيتون وبلبلة بلبلة يا ابو مانع بلبلة يا بن رشيد بن حلوة قادم مع ريام ريام القادمة خماسية خماسية ماسية لكن عودة الى الصدارة الى بن مرخان الى بن مرخان الى رعي بشرة الى غير 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 قادمة اول اشواط الانتاج المهجنات الاصايل المهجنات الاصايل في يوم الابداع في يوم الاستمتاع في يوم الابداع وبن بروك وبن زيتون والمجازف القادم وكذلك بن رشيد وبن مرخان ولكن الفنون في الابداع الفنون مع المجازف المنازف المنازف على المركز الاول هذه زعفران محمد بن عتيج بن زيتون المهيري بن زيتون المهيري من المرموم الى الى المنازف من المرموم الى المجازف تهانينا والناموس لك يا ابو سعيد انت السعيد في اللحظة الاخيرة محمد بن عتيد بن زيتون المهيري المركز الثاني غير لخالد بن سعيد بن بروك الحميري المركز الثالث بلبلة لخليفة بن سلطان بن رشيد المركز الرابع مبشرة لمطر بن مبارك بن سعيد بن مرخان الكتبي المركز الخامس حبوبة ليش ليوح بن حمد بشليوح العمري هكذا هي النتيجة هكذا هي النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام عودة مع التوقيت الزمني ولحظات وصول وصول زعفرانة خطفت شوط المهجنات الأصايل الانتاج الأول 9:23:06 من الثانية تهانينا والناموس لمحمد بن عتيج بن زيتون المهيني وسلام يا منازف سلام المركز الثاني 9:04
24 بالوفاء والتمام، غير تهانينا والناموس لخالد بن سعيد بن بروك الحميري. المركز الثالث نتابع مع التوقيت الزمني بلبلة 9:25 3/4 من الثانية، تهانينا والناموس لخليفة بن سلطان بن رشيد السويدي، تهانينا والناموس للجميع.